وصلنا إلى منطقة العوير، وتحديداً إلى بيت دكتورة رفيعة غباش، سيدة تفردت بالعمق المتمادي الشغفي بالتواجد في ميادين الإنجازات الراسخة الأوتاد في الدولة، عمق عبق بمحطات شهدت لها بالتدفق الإبداعي، إذ احتوتها مدن عاشتها دكتورة رفيعة بتحديات استثنائية في زمن بهجة المعرفة، لتسطر الأمكنة اسمها على بوابات العلم والثقافة والطب والصحافة والتأسيس والتطوير والمرأة. نعم، كل هذا التألق الواسع الحراك اجتمع تحت مظلة شخصية غير تقليدية، سواء في إنجازاتها أو حتى في أدق تفاصيل بيتها الأشبه بمتحف ثقافي وتاريخي الطابع تلمسه من تلك القصيدة التي نقشتها على جدار واجهة بيتها، قصيدة لفتاة العرب. روت لنا الحكاية من البداية. الحمد لله، يمكن نحن جيل محظوظ، جيل استطاع أو الله كتب له أن يعيش ثلاث مراحل. أنا هكذا أرى نفسي، يعني حين ولدت طفرة النفط توها بادية، يدوب الأهالي يخرجون من حقبة كانت قاسية عليهم. الخليج عموما والإمارات تحديدا عاشوا مثل ما تعرفين على مقدرات البيئة، سمك وصيد اللؤلؤ ويعني أعمال بسيطة، لكن كان في ذاك الوقت شريحة غنية وشريحة متوسطة الحال وناس متواضعين الحال، ولكن جت فترة أخرى وقفت تجارة اللؤلؤ وأثرت كثير، لأن كانت قائمة عليها صناعات كثيرة وحركة وأسر واجتماع. وتصادف كذلك أن في ذاك الوقت في الأربعينات بعد الحرب العالمية الثانية بريطانيا منعت التجارة في هذه المنطقة وأوقفت كل السفن ذهابا وعودة، فاللي كان عنده تجارة مع الهند واللي كله وقف، فالناس مرت بمرحلة قاسية جدا. نحن ما شهدنا هالمرحلة، ولكن تخبرني والدتي عنها، تقول إن كان يعني الفقر يصل إن الناس تبيع حتى أبواب بيتها لتجد لقمة العيش. ويمكن هنا دائما أنا أستذكر حين الحديث عن هالموضوع رواية زمن السداف للأخت الفاضلة وداد النابودة، اللي الناس كانوا يأكلون شيء أقرب إلى أكل الأغنام، ما أعرف يسمونه. المهم بعد هاي الفترة عوض الله هذا الشعب الطيب بالنفط والخيرات التي أتت. فيعني أنا لما يعني وعيت للدنيا كانت المدارس وجدت، يعني مدارس النظامية، كانت الكويت فتحت مدارس أول في الشارجة وعقب في دبي وبقية الإمارات، بس تزامن أني أنا كذلك درست عند المطوعة. التعليم المبكر لي كان عند السيدة يعني التي ربتني علما وأدبا، اللي هي ما يتسمى بالمطوعة، اللي هي عادة تكون امرأة أعطاها الله القدرة على تعليم القرآن، وعادة في كل حي في خيمة يجتمع فيها الأولاد والبنات في حوش الخيمة، مش تحت الخيمة بالضرورة. أنا من هذا الجيل، يعني أقدر أقول لك إن يعني يومياتي في المدرسة استعيدها، أطفال صحيح أقل من 6 سنوات عمرنا بس الذاكرة حاضرة، أولاد وبنات والفت حال مجازيم ونسمع وكذا، ونطلع التومين يوم حد من المجموعة يكون خلص فصل من القرآن. ثم في هالوقت يعني كانت المدرسة قائمة هاي الدينية وفتحت المدارس أو يعني دخلوني المدرسة، وانتقلت، كانت الدولة في حالة نهضة
يبنون مدرسة هنا. فأنا حتى تنقلت يمكن بين 5 مدارس في 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 هذه الفترة، مدرسة الخنسة، ثم مدرسة عائشة القديمة، ثم عائشة اللي بعدين بنوها، ثم خولة، بس هاي كلها كانت سنة سنة. ثم استقريت في آمنة بنت وهب، وآخر سنتين كان على ما أظن مدرسة الاتحاد. كلها ذكريات جميلة، كلها يوم أستعيدها وأشوف هذا الجيل الحين أشعر بالسقطة اللي هم فيها. نحن كنا جيل يتربى يوميا على القيم، على الصح والخطأ، صحيح، على محاسبة الذات، سواء من المدرسة أو من البيت. نحن أنا أقول جيل محظوظ، شفنا فترة الفقر هذه الأولية، ثم شفنا وقت النهضة، وفي وقت النهضة كانت نهضة مجتمع بكل أفراده، النساء بدأوا ينطلقون في الاقتصاد، والرجال بدأوا يمتهنون مهن جديدة، والتعليم انتشر. بهجة المعرفة بدت في ذاك الوقت، نقول مثلا مع يعني من بيننا، أتذكر مثلا بين 68 و75 هاي الفترة كانت فيها حراك اجتماعي واقتصادي وعلمي جميل وممتع، وكانت العلاقات الإنسانية حميمية إلى أقصى درجة، غير معقدة، لا إلى أقصى درجة. يعني امتداد الأسرة ليس حدود البيت، الجيران هذيلا كلهم أسرة في كل المستويات، يعني مو بس أنت بسير لهم تزورهم في مناسبة ولا تعزيهم، لا، هذيلا حياتك اليومية معهم. يعني أنا أتذكر صباحات أمي الله يرحمها، الصبح يعني يكون كل الجيران اجتمعوا عندها، شاركوها حديثة، والجريدة اللي قرأتها أخبرتهم عنها شو الأخبار اللي موجودة، شاركوها الفوالة، شاركوها أخبارهم المفرحة والمحزنة. هذا كان المجتمع. طيب بعد الثانوية دكتورة بدأت طبعا مرحلة الجامعية، نعم، وبدينا أيضا مرحلة لا تقل يعني أهمية من المرحلة اللي تسبقها، وين كان بالضبط؟ اختياري يعني أنا ذكرتها في أكثر من مقابلة، ولكن أحب أشير له، أنا يعني في فترة الثانوية، نعم، مدرساتي وأمي وأهلي يتوقعون أني أصير كاتبة مشهورة، كنت أكتب في الجرائد المدرسة، في الصحافة المدرسية وفي الصحافة، وكنت متحدثة طليقة، فكان كل حد يتوقع هذا المسار أذهب إليه، أديبة وإن تحركت إلى الأمام شوية بقول في السياسة، نعم. لكن تفاجأت والدتي، قلت لها أنا كتبت طب طب طب، قالت لي شو طبيب؟ ما أدري، أنا حاسة أني أبغى أسوي طبيبة. وسبحان الله قبلوني في جامعة القاهرة، وكان حلمي أدرس في مصر مو في أي دولة، لو يبتي لي هذه الأيام بعثة في أمريكا برفضها أو بريطانيا، وطلعت لي في الأردن رفضتها. كانت ثقافتنا نحن هذاك الجيل مبنية على الأدب المصري، على يوسف السباعي وإحسان عبد القدوس وتوفيق الحكيم وأمين السعيد في مجلة حواء، نعم، وصوفي عبد الله في تحل المشاكل مع القراء، اللي أنا فيما بعد أخذت نفس مسارها. فحسيت أني أبغي أدرس طب، تحدي شو يعني الطب، أبغى أشوفه. ويمكن في البداية أول سنتين ثلاثة كنت في معركة في ليس صعوبة المادة ولكن جفاف المادة، صحيح. أنا أديبة وأحب أقرأ الشعر وهكذا، وهذا لا في شعر ولا شيء، وكانت تحديات كثيرة. التحدي الأكبر كان أن المجتمع الطلابي، أنا خرجت من مايلس في السكن، أبات في السكن، لكن كنت في تواصل مع المجتمع المصري صاحب الفكر. وأنا أعتقد كل هذا توفيق من الله، مش أعتقد، هو حقيقة توفيق من الله، لأن أنت تدخل جامعة تطلع بشهادة، سوت في مليون غيرك طلع بالشهادة في نفس السنة، بس لكنك إذا أنت تجلس مع أهل الفكر وأهل الثقافة، أنت تلتقط من هنا وتلتقط من هنا، وتتشكل فيك شخصية جديدة. كنت أشوف نفسي يعني أكبر من سني في ذاك الوقت. فتجربة مصر، تجربة دراسة الطب، حكاية جميلة بكل تحدياتها، بكل قسوتها أحياناً.
وذهبت إلى بريطانيا للبحث عن شو الشهادة اللي أبغى أقدمها. وهناك خيارات تقدرين تدرسين مواد بحثية أو يعني تمشين مسار البحث العلمي أو مسار الكلينيكي أو تجمعين بين الاثنين. نعم. طمع وطموح الاثنين. أشتغل في المستشفى وسجل دكتوراه وأدخل امتحانات. ومشت الأمور بشكل جيد، وهناك يعني فتح لي شيء جديد لم أعرفه، وهو البحث العلمي الراقي المستوى. فأثناء ما كنت أعدل الدكتوراه، طبعاً كان المفروض أحضر دورات كثيرة لكيف أقيم مريض، وكيف أقيم الظرف الاجتماعي، وكيف أقيس حالته النفسية، وكل يوم كورس هني وكورس هني وكورس هني. تعرفين اللي يعني كل واحد عنده شيء يحب يجمعه. أنا كنت أحب أجمع شهادات هني وهني 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 وأستمتع. صحيح أحيانا يوم أرجع للوراء وأتذكر سنوات لندن يرهقني تذكر أني كل ست شهور كنت أدخل امتحان. استثمر الدكتورة رفيع عغباش فائدة المعرفة في كل مرحلة إنجاز وثقتها في سجل التطور السريع لمجتمعها، فمن قاهرة المعز بمفرداتها الثقافية ثم إلى لندن بزخم آفاقها البحثية لتنشر 45 بحثاً علمياً في أوروبا، ليحط بها الرحال في مدينة العين بأجوائها الأكاديمية في جامعة الإمارات، كي تعود وتمخر عباب المسار الإبداعي في البحرين مترأسة جامعة الخليج العربي. رحلة البحرين تجربة احتواء خبراتي انعكست تنويراً وتطويراً على أهم الصروح العلمية في دول مجلس التعاون الخليجي. تسأليني عن رحلة البحرين، يبدو أن حياتي أصبحت يا منية مدن أعيشها. ذكرنا في البداية في الحديث عن تجربة القاهرة ثم لندن، وكذلك تجربة العين مدينة أخرى تسكن قلبي بقدر ما سكنتها في أيام عملي وأيام تحققي الأكاديمي. جامعة الإمارات صرح تاج على رؤوسنا، كانت وأتمنى أن تبقى كذلك. فانتقلت للبحرين بشكل عفوي لأني لم أكن أعلم أن هناك ممكن فرصة في حياتي أن أعمل في مكان جغرافي آخر. يعني الجغرافيا السابقة أخذتني رحلة التعليم والتعلم، أما رحلة العمل كنت أتوقع أنها ستكون في الإمارات فقط. وأدركت فيما بعد أن هناك جامعة إقليمية تدار من قبل مجلس التعاون الخليجي، وكان صرحا علميا كبيرا أعد ليخلق أجيال من أبناء الخليج لكي يكونوا فيما بعد هم مجتمع الخليج، هم الذين سوف يشكلون عمق في مسألة الوحدة الخليجية. وهذا تفكير رائع وراقي وسبق عصره في ذلك الوقت. يعني الجامعة اليوم يمكن كملت 30 سنة، لكنها مرت بتحديات كمعظم المشاريع المشتركة، وأنا أتيت دون علم بهذه الخلفية، ولذلك ارتأيت أنني وقبل أن أخطو خطواتي الأولى في الجامعة، نعم أتيت محملة بخبرة لا بأس بها من دراستي وعملي الطبي في الإمارات وجامعة الإمارات، وقبل ذلك في لندن. إنما كذلك هاي تجربة جديدة لها معطياتها. أجلت قراراتي فيها، أجلت التغيير، كنت أريد أن أتعلم منها قبل أن أضيف لها. انطلقنا في
مجموعة من الأفكار والمشاريع، كيف نطور الجامعة، كيف نحافظ على استقرارها، كيف نبني لها وقف يعينها في أي لحظة تحدي. جمعت واحتكيت بكل من في الجامعة لأعرف من هو يعني سوف يتبنى معي هذه الأفكار ويضيف لها ويطورها. أعرف أني أنا ضيفة وسوف أرحل، فكان ضروري يكون واضع في الاعتبار أن أخلق الفريق الذي يؤمن بالقناعات التي سنضعها سوياً. طبعاً ما كانت كل الصورة وردية، في بعض المواقف اللي يعني كانت قاسية وصعبة يمكن أكتبها في مادة تتناولها وليس لحديث تلفزيوني، إنما تحية، يعني تحية لكل الناس اللي عملت معاهم وأنجحوا مهمتي. يمكن آخر مشهدين لي في جامعة الخليج أحب أتذكرهم في الست شهور الأخيرة من أو في السنة الأخيرة، حدثين مهمين. أني الحدث الأول دعيت صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أن يهديني زيارته للجامعة وتكون هدية لطلبة دول الخليج. التقيت بسموه وأخبرت أن الجامعة أكملت 25 عام وأن هذا الإنجاز لدول الخليج يستحق الاحتفاء والاحتفال به، فطلبت منه سموه. ويعني أتذكر يعني كان رد قال لي من العين حفظ الله يعني هذا الإنسان، صحيح بدون ما أستخدم البروتوكول صاحب السمو، لكن إنسان إنسان يشعر بما يمكن أن يفرح من هو أمامه. وكانت زيارة للجامعة كأنها نقلت الجامعة من يعني احتفالية 25 سنة وكأنها تقدمها لمرحلة قادمة. والفعالية الأخرى وهي كانت تقريبا آخر فعالية لي حضور سمو الأميرة الجوهرة الإبراهيم زوجة الملك فهد رحمه الله، التي مولت الجامعة لبناء مشروع علمي وصرح كبير، مركز الأميرة الجوهرة للعلوم الجينية. الصدفة دفعتها إلى تتويج مسيرتها بالمضي قدماً في مسار المرأة بالرغم أنها ضد شعارات حقوق المرأة، بيد أن للمرأة حضوراً كبيراً في اللاوعي لديها أكثر من الرجل، بدءاً من والدتها التي دعمتها منذ الصغر. مسار تمخض عن متحف المرأة في حي سوق الذهب في دبي، حيث ساقت وراء ذكريات الطفولة في ذاك الحي القديم لتبتاع بيت كان يطلق عليه بيت البنات لتحوله إلى متحف للمرأة يضم نماذج نسائية عاشت معهم، بل ووثقت مسيرتهن في إصدار أطلقت عليه موسوعة المرأة. تسأليني يا منية لماذا يعني لماذا المرأة؟ والله يعني يعني أكون صادقة معك بالصدفة، يعني هل أنا كنت يوما ما مخططة لأمشي في مسار قضية المرأة وحقوق المرأة؟ أبدا، أنا أصلا ضد هذا التوجه، ضد شعارات حقوق المرأة، حقوق الإنسان، المرأة والرجل كلاهما له نفس الحق. يعني يعني أنا أرى المجتمعات اللي اخترعت هاي حقوق المرأة ما تقدمت بالطريقة الإنسانية. نحن تقدمنا، المرأة الإماراتية وين اليوم؟ يعني نحن من 30 سنة يدوب نفتح مدارس ونفتح جامعات، اليوم المجتمع مش ملحق على إمكانيات المرأة ووصولها إلى كل مواقع العمل. أنا ما بقول لك يعني أنا كذلك موضوع أن المرأة استوت رئيسة جامعة ووزيرة، بعد هذا قرار سياسي، لكن المرأة اليوم مشاركة في نهضة بلد، أصلا البلد أصبح نموذج
يقتدى به في الوطن العربي إن لم يكن حتى في بعض من دول العالم. إنما اللي حصل كالتالي، يعني أنا لا شك أني في اللاوعي مالي في الأنكونشس المرأة كان حضورها أكثر من حضور الرجل. أمي وتأثيرها النفسي علي أضعاف أضعاف تأثير والدي، وهذا كذلك طبيعي، ليس تحيزا للأم ولا انتقاصا من دور الأب. الأم موجودة طول الوقت، أنت يعني محورك. الأب دائما له يعني أدوار أخرى في هذه الحياة. اللي حصل في مجتمع الإمارات أن كثير من الأمهات استطاعوا أن يأخذوا كذلك نفس الأدوار اللي هو الدور الاقتصادي تحديدا. فهذه كانت يعني إحساسي أنا، يعني حتى أنا أحس بمكانتي كأمرأة وأحس بجوانب أخرى يمكن يفتقدها الرجل من القدرة على يعني أنك تقوم بمهمات كثيرة في نفس الوقت. بس اللي حصل أني أنا يوميت أسوي الدكتورة كنت أدرس عن نسبة انتشار الأمراض النفسية. هالكلام كان في عام 90، ويوم وضعنا الخطة مع المشرف من جامعة لندن كان يعني ودي أني أسوي على مجتمع الإمارات ذكورا وإناثا، ولكن كيف لي أن أطرق باب وأن أقول مثلا أنني أتيت لأقابل السيد فلان وأقيم صحة النفسية؟ لا المجتمع يقبل بهذا الكلام في ذلك الوقت. اليوم لا أقدر، اليوم أقدر أطرق باب بكل ثقة وأتوقع أن الناس يعني تتقبل وجهة النظر هذه، إنما في ذلك الوقت ما كان ممكن. فاقتصرنا البحث على نسبة الأمراض النفسية عند الإناث، وهذا البحث يعني استغرق مني 3 سنوات من الإعداد والدراسة الميدانية اللي شملت كل جوانب مدينة دبي، الحضر والبادية والمناطق النائية. فكان هذا أول مسار خلاني أتحدث طول الوقت عن المرأة. أما يومين لمتحف المرأة فهناك قصة جميلة أحب يعني أني أنا أرويها وأكون صريحة وصادقة. لا كان موضوع المرأة في بالي ولا متحف المرأة ببالي، أصلا ما أعرف أن في شيء اسمه متحف مرأة. فاللي حصل أن أنا كنت أحمل شعور بالانتماء الشديد لتلك يعني المنطقة الصغيرة من دبي اللي هي منطقة سوق الذهب. هناك كان بيت أبوي وبيت أمي وأصدقائنا، وهناك مدرسة القرآن اللي تعلمت فيها. يعني هذا يعني ذلك الحي اللي هو حي سوق الذهب في انتماء من القلب، في شعور. يعني تعرفين يا عزيزتي أن الإنسان في النهاية هو ذاكرة، بدون ذاكرة مالك أنت جذور، فكل ذاكرتي تشكلت هناك، بالذات مرحلة الطفولة الجميلة، اللعب على البحر وصيد السمك وصيد الطيور ولعب بنات وأولاد والدراسة بنات وأولاد. فكان عندي حلم أني أنا يوما ما سوف أعود إلى تلك المنطقة وسوف أقوم بعمل ما. سبحان الله، رب العالمين ياب لي قطعة عقار للبيع في سوق الذهب. على طول جيت واشتريتها، ولكني من اقتربت من عند الباب تذكرت أن هذا المكان قد زرته في طفولتي. وأنا يوم أذكر هاي الأشياء أنا أعتقدها كلها علامات للتوجيه، كيف أذهب، ماذا أعمل، لأن هذا البيت ما جاء إلا في آخر 2 سنين أنا في البحرين. اشترينا البيت وكان يستدعي الانتظار 2 سنين حتى يطلعون السكان اللي كانوا مأجرينه،
وحين تعرفت على البيت قلت لهم اللي كانوا مرافقيني في زيارة البيت، أتذكر هذا البيت، هذا بيت اسمه بيت البنات، كان فيه يقيمون سيدات ما تزوجوا، خوات بيت البنات. جابت الفكرة أنا ومن معي من الشباب نفكر كيف نشتغل على هذا المشروع. فهكذا وإحنا نتناقش، طيب نعمل شيء عن المرأة، شو نعمل عن المرأة؟ نتحف عن المرأة. أنا يوم أتكلم عن المرأة أتكلم عن نماذج، شيء يعني شفتهم وعشت وياهم، يعني كلهم نماذج ترفع الرأس، سواء من المحيط اللي أنا فيه أو من ما أسمعه. ويمكن هذا يعني يخليني الآن أنتقل إلى الحديث عن هذا الكتاب اللي هو موسوعة المرأة الإماراتية. اليوم هو تقريبا يعني حديث مجتمع الإمارات، وأنا يعني وأنا بعدني يعني ما بنينا المتحف، بديت أشتغل أجمع. أنا بديت أكتب عن فلان اللي أعرفها، عن فلان اللي خبرتنا عنها أمي، عن وبديت من ذاك الوقت. وثم انشغلت بالمتحف. المتحف طبعا عبارة عن 3 أدوار، في 6 قاعات، كل قاعة لها قصة. ومن ضمن القاعات قاعة مهمة وجميلة للشاعرة عوشة بنت خليفة. طبعا أتحدث عن ذاك، هاي الموسوعة الأولى اللي سويتها، اللي هي موسوعة عن سيرة الشاعرة فتاة العرب عوشة بنت خليفة السويدي، اللي أثرت الساحة الثقافية بشعر نبطي يعني ليس هناك من يجاريه في رأيي. رصيد من الاعتزاز كما أطلقت عليه دكتورة رفيعة غباش تشكر الله عليه، فإن كانت إنجازاتها أخذتها عن تكوين أسرة صغيرة، إلا أنها طالما استشعرت الدفء الأسري من المقربين منها شكرت الله على التوفيق في حياتها، كما شكرته وتشكر جلالته على نعمة القيادة الحكيمة في دولة الأمن والأمان الإمارات. دكتورة رفيعة، مؤسسة الشرق الأعلام تهديك هذا الدرع وتهدي لكل امرأة إماراتية رائدة ساهمت في تنمية الدولة. شكرا. طبعا المؤسسة أظني أنها اهتمت بالنساء مبكرا، أعتقد هذا البرنامج كان له أثر على أن يحافظ على تاريخ النساء وأن يكون موسوعة بحد ذاته، فشكرا جزيلا على هذا، وسوف ينضم إلى كثير من الأشياء الجميلة في المنزل هنا. يعني اليوم كان يوم جميل بقدر ما يعني أرهقتوني شوية، بس استمتعت بزيارتكم، استمتعت بفريق عمل هادي. هذا الكلام حق تلفزيون الشارجة لكم أنتم، يعني عندكم ما شاء الله كفاءات مريح تواجدها، يعني أنا ما حسيت بهذا العدد الكبير اللي موجود. أتمنى كذلك أنكم أنتم اليوم مع هذا الحوار الطويل عرفتوا شوي عن المرأة الإماراتية، عن دكتورة رفيعة غباش تحديدا. شكرا دكتورة. الله يسلمك. سؤالت بلقائك. شكرا. الله يحييك.